دولية تحدثنا عن توخيل، نريد أن نتحدث عن حفل الكرة الذهبية الذي سيقام يوم 28 من أكتوبر الجاري. حمزة، من فضلك أعطينا ترشيحات بعض اللاعبين السابقين واللاعبين الحاليين قبل 10 أيام عن هذا الحفل. هذه بعض اختيارات النجوم وأساطير كرة القدم لمستحقي الكرة الذهبية هذا العام. ميسي اختار لوتارو، نيمار اختار فينيسيوس، إيدرسون اختار فينيسيوس، الظاهرة رونالدو اختار فينيسيوس، إيريك غارسيا اختار رودري، وأغويرو اختار رودري. لو نبدأ باختيار ميسي، أغويرو سير ما كان مازال ما سمعش بلي ميسي اختار لوتارو، سينو مستحيل يختار رودري. هو أغويرو معروف بلي غارد كور تاع ليونيل ميسي، واش يقول ميسي راح يكون مع ليونيل ميسي. أنا اليوم حيرني كان يشوفه خالف ميسي الرأي، والله العظيم غير حاجة غريبة جدا، اختيار غريب جدا لميسي. لو طارو مواطن تاعو كان يقدر يختار لو طارو مارتينيز، اختيار غريب جدا. لكن ما داش أغويرو، هو ما داش بالون دور، خاف عود لو طارو مارتينيز بالك مواطن تاعو يدي بالون دور يتفوق عليه درجة، ما نعرف ممكن. ميسي فاز بجائزة غريبة الأطوار أمس ميدو. نعم ربما غريبة الأطوار أوكي، لكن با لا بروميير 48 تيتر. ما هذه الجائزة؟ جائزة خوغادور فماس تيتولوس دي لا ستوريا ديال الفوتبول، أكثر لاعب فوزا بالألقاب في تاريخ كرة القدم. ألقابه في الدورات الرمضانية. سيستيم با ليستوار. ولقب مستحق ثاني محمد. شوفوا أنت ضد بوليفيا اللقاء الأخير سجل هاتريك، ظن بلي مازالو في المستوى العالي. هذه كانوا يديروها من قبل ميدو، ولا جامي داروها الحفلة هذه. كي كان داني ألفيش هو صاحب أكثر الألقاب في العالم، علاش ما داروهاش وعطوها له؟ وتم اختيار إنتر ميامي رسميا من الفيفا ليلعب كأس العالم للأندية. الأندية على جال ميسي، بدلوا قانون على جال. ماشي بدلوا قانون أمين، إشهار قضية تبديع، مام هذه تاع مرة. لأنهم يعانون. جائزة ما عندها حتى معنى، والله ما عندها معنى، هذه باش يجيبوا ميسي يديروا شوية دعاية وإشهار لصحيفة ماركا. لم يبقى في إسبانيا ما يشهرون له، إيه؟ ما كانش لوكاليتي في إسبانيا. ما علاش أنا سألتك ميدو، كان داني ألفيش لسنوات هو أكثر تتويجا لسنوات طويلة متربعا على عرش الأكثر تتويجا في العالم. نعم. علاش جامي عطوها لداني ألفيش؟ علاش جامي داروا حفلة مدوها لداني ألفيش؟ أنا هذه مجرد سؤال. بريء الله غير بريء. نروحوا للفيفا، الفيفا كيف محمد. انتر ميامي كما واش يلعب عندهم ليونيل ميسي، حيطولهم يجوا يلعبوا كاس العالم للانديه. برشلونه ما حش يلعبوا كاس العالم للانديه. انا اللي تعرض انتر ميامي عرض برشلونه، والله عرض برشلونه. برشلونه يستحقوا، ما كانوش من الاحجاز وفي فتره فراغ، ما تحاسبوش على فترة الفراغ هذيك، هو ما تأهلش وبذل مجهودات. وبالموازاة مع هذا أمين، انتقادات كبيرة للفيفا بسبب تنظيمها لنهائيات كأس العالم للأندية. وشوف يجي نهار وين ينفجروا لهم اللاعبين محمد. بداو ديجا هضر رودري وأصيب، هضر فان دايك، هضروا بزاف لاعبين، بدات الشجرة، حتى تيباس الأسبوع. نعم بزاف بزاف كثافة المباريات. وطالب من الفيفا إلغاء منافسة كأس العالم. مباريات وسط الأسبوع لما لا يكون هنالك دوري أبطال أوروبا ويكون فيها ديكالاج وما اون سيمان وين ما يلعبوش في ميديو دلاسمان. حتى إسبانيا ميدو، إسبانيا تنمها بيناتنا في, 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 في الجدولة تاع المباريات. شوف الكلاسيكو دائما بين برشلونة يلعبوا مع البايرن، والريال يلعبوا مع بوريسيا، بعد يلعبوا الكلاسيكو. سي با نورمال باش يشوفوا كلاسيكو ممتع. على الاقل شوف الاسابيع اللي الريال وبرشلونه ما عندهمش رابط ابطال اوروبا، دير في هذاك الاسبوع دير ريال مدريد برشلونه باش يكونوا في افضل الاحوال. تتخيل انه بايرن ميونخ وريال مدريد امام بوروسيا دورتموند يفقدوا لاعبين للاصابه، برشلونه يفقدوا لاعبين الاصابه، تخسر في الكلاسيكو هكذا 22 كان دائما هكذا. والعكس بالعكس، واش كانوا يديروا ثاني اسبانيا كي يكونوا برشلونه وريال مدريد عندهم مباريات في الادوار الاقصائيه في نصف نهائي تاع رابطه ابطال اوروبا، مباريات قويه جدا. يلعبوهم قبل بعد 3 ايام وراها تلعب دومي فينال تشامبيونز ليغ، وكانوا برشلونه دائما يخرجوا بعد الكلاسيكو يخرجوا. شفا برشلونه المنافسه في الدور نصف نهائي هما وريال مدريد. الريال امام البايرن بركله الترجيح، ودورتموند
كان خسروا فيه زوج. نعم. وهذيك نقول لك حاجه ميدو والله العظيم قال كلاسيكو كما كانش كلاسيكو هذاك الوقت والله يقدروا يطلعوا يقدروا يطلعوا برشلونه ولا ريال مدريد داروا لهم كلاسيكو عرفوا انه ريال مدريد وبرشلونه مهما كان المستوى تاعهم يرموا بكل ثقه لهم سواء بدنيا ولا فنيا في الكلاسيكو. نعم. بعد موراها انت تلعب مع بايرن ميونخ وتلعب مع تشيلسي سي با نورمال. نعم. عطينا خبر من صحيفة ماركا أو راديو ماركا حول أرنولد واقترابه من نادي ريال مدريد أكساس. سنحاول تعليق سويا على هذا الخبر. إذن راديو ماركا أرنولد يقول نعم لريال مدريد، هناك اتفاق كامل على أن يصل حرا في عام 2025 ولا يتم استبعاد إمكانية تقديم توقيعه إلى شهر جونفي، لكن الأمر معقد نوعا ما. نار. نعم، كل الصحف الإسبانية تكلمت على أرنولد وعلى الاتفاق تاعه مع ريال مدريد. بون لاعب، هو لاعب جد مهم، لاعب عنده نزعة هجومية كبيرة، عنده يسدد، عنده تسديدات نحو المرمى، عنده مخالفات تاني، هذه القوة ديالو. دفاعيا أنا بالنسبة لي سيرتو في البطولة الإنجليزية دفاعيا نقول ماشي كما هجوميا، مي يريح لاعب مهم وكان يستقبلوها يستقدموها ريال مدريد المناصب ايضا يلعب حتى في وسط الميدان. لا بصح سيرارو يلعب في وسط الميدان، هذا كي كان يلعب في انجلترا تكون في نتكلموا على على فتره اصابات تقدر ديرو حل من الحلول باسكو يعرف يلعب كره بصح بعد بعد طريقه اللعب كيفاش تلعب تقدر تلعب ثلاثه فمن الخف ثلاثه اربعه ثلاثه تقدر ديرو. نعم. على الجهه اليمنى. نعم. بعد ما اكتظت وامتلأت في الايام القليله الماضيه باللاعبين المصابين ها هي تبدو شاغره هذه الايام، عيادة برشلونة لم يعد فيها أي لاعب حسب علمي مصاب، والآن مشكلة أروخو فقط أروخو مازال سالب ويامين يامال لا 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 لكن عاد من الإساءة عاد من الحمل زائد على مستوى الركبة يتدرب. نعم. احتمال كبير ما يقوم مارك أندري ترشتيغن. نعم. أو يتدرب أو عادي مش كما أروخو ترشتيغن أمره قضية خلاص الموسم بالنسبة له. يامال سيعود ميدو حارس المرمى، وأنا أتحدث الآن عن وسط ميدان برشلونة الآن كل اللاعبين متاحين يميدوا، في رأيك من هو الثلاثي الذي سيمثل برشلونة في قادم المباريات؟ كاسادو الآن الآنية لأنه ما تقدرش قافي بعد عام من الغياب يبدأ كأساسي. نعم. مستحيل، أعتقد بأنه كاسادو بيدري رفقة أولمو. لماذا؟ كاسادو يقدم موسم رائع جداً الموسم مع برشلونة رغم أنه كان في غاية بالظلام الموسم الماضي كان يلعب مع البارسا بي في الدرجة الثانية وما ناش الفرصة مع فليك نال الفرصة كاملة وأصبح كأساسي. بيدري يقدم تقريبا أفضل موسم له مع برشلونة هذا الموسم بسبب غياب هجس الإصابات. نعم هجس الإصابات غائب عليه بيدري لحد الآن. وأولمو العائد من الإصابة كان بدأ بداية قوية أصيب، أكيد سيتم عودته ستكون تدريجيا. عودة فرانكي ديونغ اليوم الأخبار في برشلونة، اليوم الجميع في برشلونة يطالب ببيع عقد فرانكي ديونغ لأنه متبقي سنة ونصف في عقده مخافة الرحيل المجاني الموسم المقبل. قد يضطر برشلونة لبيع عقده، مش ليس يضطر قد يتجه